يا خويا سي بون هان فيستون، يا خويا يا خويا، تاكلوهم بصحتكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن شاء الله راكم كامل بخير. ألوغ اليوم إن شاء الله راح نديرو لاباط تاع لي كرواسون ولا لو بان أو شوكولا. الحاجة الأولى باش نبداو، عندي هنايا فنجان تاع حليب يكون دافي. أنا درت فنجان، بصح نتوما تبغو ديرو كاس ديرو كاس. العبر تاع الحليب ولا تاع الماء ولا الفارينة على حسب لي نتوما تختاروه. انا درت غير فنجان، راح ندير غير حاجه قليله. عندي هنايا فنجان كما قلت لكم هواله تاع حليب دافي، نزيد عليه فنجان تاني تاع ماء يكون تاني دافي. نزيد عليهم هنايا ثلث مغارف تاع سكر تاع ماكله، ما عمرتهمش بزاف. فوالا نزيد عليهم ملفه تاع قهوه تاع خميره، راح ندير ملفه تاع ماكله. تبغوا نتوما ديروا تاع قهوه وتزيدوا الزوجه من بعد تبغوا ديرهم كامل، انا نيت درت ملفه تاع ماكله. ونزيد لهم زوج مغارف تاع ماكلة تاع فارينة. فوالا نخلطهم، نخليهم يريحو واحد 10 دقايق حتى لربع ساعة. كيما درت في الوصفة تاع لامونا راني ديجا دايرتها تاني من قبل. فوالا نخليهم هكا، نخليهم يخمرو، ندير عليهم بابي فين واحد 10 دقايق حتى لان كادوغ با بلوس، ونعاودو نشوفهم من بعد ان شاء الله. فوالا لي جي مينيت تاعنا راهم فاتو هنايا، هاي الخميره طلعت نوريها لكم. فوالا كيما اللي درناها في تعلم هنا، هذا سموه لو لوفان، يعني طلعنا الخميره. دروك شي نزيد، نزيد نصف فنجان تاع زيت كيما قلت لكم. العبر نتوما تتحكموا فيه، تبغوا ديروا كاس صغير تبغوا كاس كبير. راح نزيد مغرفه واحده اخرى تاع تاع ماكله تاع الخميره، صافي زوج مغارف تاع ماكله درت الاولى، وهنا راني نزيد في الزوجه. والملح على حسب الرغبه كيما تبغوا نتوما. انا هنا راح ندير مغرفه تاع قهوه معمره مليح. وراح نزيد دروك تاني الفارينة، نخلطهم شوية. دوك راح نزيد الفارينة توجور بالفنجان، ندير الأول نزاوج التالت الرابع، نزيد مغرفة تاني تاع دهان. دهان قد 50 غرام هكا، هيا لا راح نزيدها في الفارينة. ندخلو الفارينة مليح، مازال يخصها. قد هكا 7 فناجل ولا 8 تدخل لكم فيها. كيما قلت لكم كاين فرينه اللي تشرب كاين اللي ما تشربش. نتوما في العجين مين تبداو تعجنوا فيها تعرفوا ما جهاز ما لازمهاش تجي يابسه وما لازمهاش تجي جاريه. فوالا هكا اللي تبان مليحه، نشرح نزيد لها الفرينه دروك، راح نلمها مليح. هيا راني لميتها هنايا، خلوها تخمر دروك، نغطيها بالبابي فيلم، نديرها هنايا وشو يكون ما كان حنا نقولوا زعما دافي.
ونخلوها تخمر على غرضها من بعد نعاودو نقولو مع بعض ان شاء الله. لو طون لي لافار تاعنا راهي تخمر، انا هنا عندي مارغارين تاع التوريق بوغ فويتاج، هيا راه هادي سموها الباريسية سي فيتال، راح عندي منها 200 غرام نرفيها قدام. ولي ما عندوش تاع الفويتاج يدير نورمال، يدير صول ولا يدير هاديك سموها ماني ماني ولا راح عندي قد 200 غرام. راني ديجا دايره 50 غرام، ما تنساوش في لاباط راح نرابوها. هاي الدهن تاعي راني هنايا ربيته فوالا كيما كنت تشوفو هاكا، راه لاصق شوية. راح ندير له غير قد مغرفة هاكا تاع فرينة غير باش يتفركت لي برك. لا ميثود هادي شتها في الانترنيت فوالا، غير هاكا باش يتفركت لنا باش ما يقعدش لاصق. ونخلطو انايا لاباط تاعي راهي خمرت تاعي فوالا، نديرها على جهة نجيب لاباط تاعي هاي خامرة مليح. هاهي هنا ندير لها غير شويه تاع فرينة باش ما تلصقليش فوالا. هنا دوكا راني راح نحلها ندير ان كاري ولا ريكتونغل فوالا. راح ندير لها هنايا الدهان هكا ندير غير هكا في النص. كاين تاني نوتخ ميثود تاني يدوبو الدهان تاني، راح نديرها انا معاكم نهار واحد اخر ان شاء الله. فركت الدهان هكا مليح، ما نوصلش هنايا لي بوردور، نخليهم باش نغلق عليهم فوالا هكا. راح نغلق هكا، نجيب هذا هنايا جو سود بيان هنايا لي بوردور، سوديهم مليح هكا. نعاود نفرخها نديرها شويه تاع الفرينه هكا. نحلها بالعرض ندورها باش تعطيني الضوء مليح. يالله بسم الله، كشغل نوزعو هداك الدهان قاع عليها ونفاريبارتيغ قاع هداك لو بوغ قاع في لاباط هكا. نزيدو تاني منا فوالا، هاولا راني فرختها هنايا كاع، وزعت كاع هداك الدهان لي كان هنايا كاع لداخل كاع حليته، حليته كاع في لاباط. دروك نروح هنايا ونتنيها، نبدا نتني فيها هاكا فوالا. نجرها هنا شوية هاكا هاكا، نزيد لها تاني هكا فوالا، نزيد لها تاني خطرة واحدة أخرى، نزيد لها تاني هكا وهنايا نسقمها
معليش فوالا ندير لها شويه تاع فرينه نعاود نحلها تاني شويه هكا نعاود نحلها تاني خطره واحده اخرى سي بون دونك نقسمها اون دو ولا اون تخوا كيما تبغو نتوما نديروها في البابي فين وندخلوها الفريجيدير تريح واحد الان كار دور ثاني فوالا نحلوها هكا انا راح نقسمها اون تخوا هكا كل مورسو نديرها في البابي فين تاعه وحده فوالا راح نجيب بابي فين قلت لكم كل مورسو نديره وحده ندخلها الفريجيدير تريح واحد الربع ساعه ونعاودو نتلاقاو من بعد ان شاء الله لاباط تاعي هنايا راهي ريحت ان كار دور في الفريجيدير نقلع لها بابي فين فوالا نوريلكم هنايا غير الفريطاج باش يبان هكا فوالا ان شاء الله يكون بان مليح دوك ندير لها شويه تاع الفرينه ونحلوها نحلوها مليح نحلوها دقيقه باش لاباط ما تجيناش خشينه ما ندوش الغلو هكا ونجيبوه نحلو غير في انسونس واحد اتجاه واحد كما يقولوا فوالا شوية تاع فرينة نسقدمها هكا لي شوت هادو ما نقيسهمش بيان سور الوغ سكي كونسيرن التقطاع تاعها تبغوا ديروهم كبار تبغوا ديروهم صغار انا راح نديرهم مويا مش راح نديرهم كبار بزاف نجيب الشيكولا هاد دي بارون شوكولا راح نديرهم هكا هنا كيلوهم من ندركوش عليها بزاف هنا نسكنها باسكو الشيكولا ما جاتنيش نيشان
Très bien. Voilà. هيا هنا فوالا نقطع هاد الزياده اللي منها هكا باش تجيني شابه حابه تجيني متحوفه كيما يقولوا. هيا لا نزيد هادي تاني قدامكم هكا هكا نكملهم نعاود نوريهم لكم. لا باتيه هنايا راهي خمرت دونك راح ندخلها للفوق. راني ديجا شعلته نص ساعه من قبل. الوغ هنا راه عندي حبه بيت كامله. كاين اللي بغي يدير غير لو جون. انا درت حبه بيت كامله. كاين اللي يدير لو جون يدير معاها مغرفه تاع حليب ولا مغرفه تاع ماء باش يخفف شويه هذاك لو جون باش ما يجيش ريحه تاعو قاطعه بلوتو لو غو تاعه قاطع. انا هنا راني درت حبه بيت كامله دوك نكملهم كاع نطليهم ندخلهم في الفرن ان شاء الله ونتلاقاو من بعد. هما لي بان شوكولا تاعنا راهم طابو هنايا فوالا نوريكم غير الفويتاج. شوفوا كاينت علي شويه حمارولي باسكو شويه سهيد على الكوشه للفوق. كاينت علي درت لهم هادو العسل. كاينت علي درت لهم لو سكر غلاس. هادي لا بات لي بقات لي شويه درت لكم دي بيتي كرواسون غير صغار هما لا. هادي لا بات غير لي بقات لي لي شوت هنايا درتها. راح ندير معكم دي كرواسون لا بروشين فوا ان شاء الله بصح ب بات وحده اخرى يعني طبع واحد اخر تاع لا بات. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. ان شاء الله تجربوها وتخلوا لي دي كومونتير دي بوس بلو. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à YouTube, Inch'Allah, ou l'Instagram. Je vous remercie de vous remercier 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 de vous remerc